أنا أؤكد لإخواننا أنه لا بد من أن نتميز في العلم الدنيوي. نريد أن نكسر هذا الاقتران المشؤوم في نفوس الناس بين الدين والدروشة على جهة، وبين التقدم والتحلل من الدين على جهة أخرى. بفضل الله تعالى، مبادئ البحث العلمي التي تعلمناها في الدكتوراه وطبقناها في العلوم الحيوية وعلوم الأدوية، هذه المبادئ نفعني الله بها جدا في العلوم الشرعية. بفضل الله تعالى، مسألة يعني عرض المعلومة، تبسيطها، تجزيئها، مقدمة، الإقناع، كلها قضايا أخذناها حتى في مساقات في الدكتوراه عند دكاترة غير مسلمين، لكن وظفنا هذه المعلومات في خدمة الدعوة. أنا يعني بالنسبة لي مما يعني دفعني إلى أن أحرص على التميز العلمي مع التميز الشرعي مواقف معينة في حياتي أذكر منها. أول يوم أدخل فيه إلى مساق الباثوفيسيولوجي، علم فيسيولوجيا الأمراض، في الجامعة دخل علينا دكتور في أول محاضرة يقول: وكما تعلمون، زي ما أنتم عارفين، الإنسان بدأ بطلاعيات خرجت من الماء ثم تحول إلى قرد، ثم يتكلم وكأنها مسلمات، يتكلم بنظرية كفرية إلحادية وكأنها مسلمات. وللأسف أيامها يعني ما كناش يعني نقف ونقول لماذا تقول واتق الله يا رجل، لسه كان في ضعف وكنا في بداية الطريق. فهل ترضى لأبناء المسلمين أن يأخذوا العلم النافع عن رجل كهذا؟ في النهاية رجل عنده علم نافع، عنده علم عظيم، وسيحصل اقتران في النفوس أن المتعلمين ينكرون وجود الله عز وجل، بينما المؤمنون دراويش في المساجد. لا نريد هذا الاقتران المشؤوم. أذكر أختي كانت تدرس هندسة معمارية مثلا، فيعني تنفق الليالي تلو الليالي، تسهر حتى الواحدة والثنتين في الليل، ومحجبة ومحترمة تذهب إلى الجامعة، دكتور سوداني نصراني يمسك القلم الحبر ويخربش على المشروع الذي أنفق عليه شهر كامل، مش عاجبني مش عاجبني. إذا جاءت له متبرجة تخضع له بالقول، بينجحها بيعطيها علامة. مثل هذا يكون رقاب أبنائنا وبناتنا في يده. أحد ملاك المستشفيات في الأردن يقول لي: للأسف الشديد أطباء في غرف العمليات وهو في أمس الحاجة إلى رحمة الله يسب الله عز وجل والعياذ بالله في غرفة العمليات، يقول للممرض: أعطي المشرط كذا ربك والعياذ بالله، أعطي المشرط كذا دينك والعياذ بالله. طب أنت في يوم من الأيام تقبل إذا مرضت مرضا أن يعالجك جراح يجري لك عملية وهو يسب الرب والدين؟ والله إخواني كفى مهانة ومذلة لأمتنا من تخلف الكثيرين ونقص همتهم. نريد همة عالية، إذا عندك همة عالية، استغلال الوقت، حرقة على دينك، إرادة لأن تعطي للناس انطباعا جيدا عن الإيمان وأنه دافع إلى العلم والتعلم، حينئذ بإذن الله تعالى سوف تستطيع الجمع بين النجاح في الدين والنجاح في الدنيا بإذن الله.